نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. نورنا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء مهوب وكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد. اهلا كابتن. نور يا كابتن. نور يا كابتن. مبروك النادي الاهلي على المباراه وعلى الثلاث نقاط، وهارد لك لنادي البنك الاهلي. كابتن ايمن، يعني خلينا نتكلم قبل ما نروح للحالات التحكيميه. عندنا حدث مهم جدا جدا النهارده، وهو موضوع كابتن علاء كلاتنبرج. في البدايه بقول ان قناه النادي الاهلي كانت دائما وابدا في كل البرامج، مش بس للسيد التحليلي دوت كابتن بلال، من البدايه كانت داعمه لهذا الرجل ولهذه التجربه، وقفنا معاه في كل مراحل التجربه، وحتى الان يعني حتى هذه اللحظه كابتن بلال احنا داعمين لتجربه الراجل. ليه؟ الراجل لسه بقى له 4 أشهر أو 5 أشهر، فاحنا بنقول ان قناه النادي الاهلي دايما كانت سانده وداعمه لهذا الرجل حتى هذه اللحظه، على الرغم من تعرض النادي الاهلي لبعض الاخطاء التحكيميه، ولكن حتى لما كانت اداره النادي الاهلي بتقدم يعني اعتراض، كان في رقي في الاعتراض على الراجل، اخطاء زي اي اخطاء كابتن علاء، فكان التعامل تعامل محترم جدا مع هذا الرجل. دي بدايه بس احب اقولها كابتن بلال، ليه؟ عشان اللي جاي مهم جدا.